للمزيد حول المال السياسي والفساد الحكومي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية ينضم إلينا الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. لجنة متابعة البرنامج الحكومي تقر أن الفساد الإداري والمالي محمي من جانب السياسيين، كيف أثرت ممارسات الأحزاب على الحياة المعيشية للعراقيين؟ يعني قضية الفساد اليوم هي قضية كبيرة جدا معلومة. الفساد في العراق يبدأ من القاعدة إلى الهرم. الفساد الحكومي اليوم هيمن على المال العام وبدده، بحيث العراق وصل إلى مرحلة الإفلاس والاستدانة، وهو بلد نفطي ولديه موارد أخرى كثيرة تجارية صناعية سياحية. مع كل هذه الموارد ويعلن العراق إفلاسه أو تقليص رواتب الموظفين أو رفع العمل سعر العملة سعر الدولار على العملة الوطنية، وهذه لم تحصل في دول العالم مطلقا. لا يوجد نظام بالعالم يخفض سعر عملته الوطنية مقابل الدولار لكي يعالج المشاكل المالية. هذا يثبت حجم الفساد الكبير في العراق، وهذا الفساد لا يعني أن هناك موظفين صغار فاسدين حتى تستطيع الدولة تعالجهم، بل هو فساد كبير في هرم الدولة، ولا يمكن لهؤلاء للموظفين أو للشعب الفقير أن يعالج إذا كان كما يقال إذا فسد الملح فمن يصلحه. هذا الفساد على أعلى هرم السلطة وفي الدولة، سواء على مستوى الكتل السياسية، البرلمان، الحكومة، وزراء، دوائر خاصة، مؤسسات أمنية. الفساد منتشر أفقيا وعموديا في العراق، واستشرى وأصبح سرطان ولا يمكن علاجه إلا بالاستقطاب. حتى يعني باعتراف ائتلاف النصر وشهادة المواطنين، فإن الأحزاب المتنفذة تستخدم المال السياسي للترويج للانتخابات. أستاذ حسين، كيف يعني هذا المال كيف شكل خارطة الشارع السياسي في العراق وما نتج عنه من أوضاع؟ يا سيدي، العملية السياسية منذ تأسيسها وإلى الآن استخدم فيها المال العام للمشاريع السياسية المشبوهة، ليتها تكون مشاريع تخدم الشعب العراقي. هؤلاء كانوا يعني حفاة عراة لا يتسكعون في عواصم الدول الأجنبية لاحتلال بلادهم، وفجأة جاءوا إلى هذا البلد وسيطروا على المال العام فيه. اليوم هذا المال يستخدم للانتخابات، وهذه أضعف الإيمان. هذا المال يستخدم لقتل المواطنين، هذا المال يستخدم لشل حركة الحياة في البلد. فقضية استخدامه للدعاية الانتخابية هذه أضعف الإيمان وأقل ما أقل الموبقات التي يمارسها هؤلاء الساسة. يعني مع هذه الاعترافات وهذا الإقرار، يعني مصطفى الكاظمي أقر بوصول العراقيين إلى مرحلة اليأس والإحباط من التزام الدولة بواجباتها. يعني كيف تنظر إلى هذا؟ هل هو اعتراف أم استعداد ربما لمزيد من القمع من قبل القوات الحكومية والميليشيات الماسكة للشارع والماسكة للسلطة؟ يعني بداية خلنا نعرف من المتكلم. المتكلم هو القائد العام للقوات المسلحة، هو الرئيس السلطة التنفيذية في البلاد، ويقول أن العراقيين وصلوا إلى مرحلة الإحباط واليأس. فماذا يقول؟ ما عساه يقول المواطن أو الإنسان الشخص العادي؟ هذا يظهر حجم المشكلة الحقيقية في العراق، هذا يظهر حجم المأساة التي يعاني منها العراقيين من هذا النظام السياسي. نظام فاسد قتل الشعب العراقي، هجره النازحين، مقابر جماعية، معتقلين، يعني كل هذه الجرائم التي حدثت هذه كلها جرائم منظمة تحتاج إلى محاكمات. فهذا أبسط شيء، أنه كلام رئيس السلطة التنفيذية وهو يقول العراقيين وصلوا إلى حالة الإحباط. تصور ماذا سيقول الآخرين. يعني أيضا يعني من ضمن الصور في الشارع العراقي سائقو عربات التوك توك، هناك يعني فيديوهات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي يسخرون من الترويج الانتخابي. هؤلاء السائقين أو هؤلاء السائقون سائقو التوك توك يسخرون من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. كيف تقرأ تعاطي الشارع العراقي مع الأحزاب ومع مالها السياسي؟ يعني عندما تفلس الأحزاب وعاجز عن تقدم مشروعا سياسيا، فتلجأ إلى هذه الأساليب وهي تقديم الطعام والنقل المجاني للمواطن لكي يحضر تجمعا انتخابيا. إلى أي مدى وصل الإفلاس السياسي لهذه الأحزاب؟ هذا ما يجب أن نعرفه. اليوم هذه الأحزاب أصبحت دكاكين
سياسية تحولت من أحزاب إلى دكاكين، وبنفس الوقت هي مفلسة وغائبة المشروع الوطني والسياسي لهذه الأحزاب. هذا يثبت حجم الإفلاس الذي تعاني منه هذه الأحزاب. تحولت إلى جمعية، حتى لو كانت جمعيات خيرية لا يقبل ولا يعقل أن تأتي بالناس لتتجمع وتأخذ تلتقط لها الصور ثم تعطيها الأجرة ووجبة الطعام. هذا يثبت أنه قد انتهت هذه الأحزاب، لا يمكن أن تقود العراق مستقبلا، ولا بد من البديل الوطني لمثل هذه الأحزاب حتى يستطيع أن ينقذ العراق على ما تبقى منه. شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.